لدى باش يعني يتجنب الزملاء تاعو باش يعودوا يعني بسرعة. نشوفوا مبلحين يمد الكرة يعني في وسط ذهب نحو الانطلاق انطلاق هشام من وسط الميدان. شوف كرة من الأحسن ومباشرة لبوشوك اللي سجل الهدف الثاني الثالث من الهدف الثاني بالنسبة له الهدف الثالث للفريق عنتر يحيى القائد عنتر يحيى. حقيقة كانت مدعومة بطريقة جميلة جدا. شوف الإعادة شايب. كنا نتحدث عن السوداني اللاعب المحلي سابقا المحترف هذا الموسم في نادي غيماراش البرتغالي. السوداني تطور كثيرا الموسم الماضي بسرعة كبيرة جدا بسرعة رهيبة في تواجد مدرب محمد مثل إغيل. كان يلعب برجل واحدة أصبح يلعب برجلين.